تخسر المؤسسات والهيئات العمومية الجزائرية ملايين الدولارات سنويا في قضايا التحكيم الدولية المرفوعة ضدها بسبب غياب تكوين عال للمحامي، ناهيك عن غياب تأثير قوي للوبي الجزائري بالخارج، يقول رفيق خلف الله في هذا التقرير. أموال طائلة تخسرها الجزائر في منازعاتها التجارية أمام الشركات الأجنبية عن طريق التحكيم الدولي. عدة قضايا خسرتها مؤسسات وطنية على غرار قضية سوناطراك وأنادارك سنة 2011، والتي خسرت فيها سوناطراك 6 ملايير دولار، وهي مهددة بدفع مليار دولار أخرى لشركة سايبام الإيطالية في قضية جديدة. خسرنا بعض القضايا، لماذا؟ لأنه لما تعمل يعني تحكيم في بلد معين لازم تأخذ بالاعتبار عدة أشياء. القانون إذا فرض عليك يعني الشريك الأجنبي أنك تطبق قانون بلده، لازم تأخذ بالاعتبار هذا وتعين حاكم اللي يعرف القانون تاع البلد ومحامي اللي يعرف القانون تاع البلد. غياب مكاتب محاماة لها خبرة في الميدان وإهمال تأثير اللوبيات في الخارج يدفع للجوء إلى مكاتب أجنبية وتحمل أعباء مالية كبيرة دون الحصول على نتائج إيجابية. ربما في جل القضايا أو كلها التي تكون مؤسسات الجزائرية طرفا فيها، دائما يسند الأمر للدفاع عن المؤسسات الجزائرية إلى مكاتب محاماة أجنبية. الملف في بعض الحالات يتكفل به بطريقة رسمية مكتب أجنبي، وإنما كل الأشغال أو كل الأعمال تتم من طرف جزائريين. الأموال الطائلة التي خسرتها الجزائر أمام الشركات الأجنبية منذ عقود كان يمكن تفاديها لو انتهجت الدولة استراتيجية تدعيم وتكوين الخبرات الجزائرية في الميدان